بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 8/5/2012، طبعا نحن بمنطقة القصور في الأحياء اللي انقصفت واللي عم تنقصف لحد الآن مع إطلاق رصاص وقذائف ناري وآر بي جي بحضور ميليشيات المراقبين. طبعا الناس تهجرت من بيوتها اللي هي عدد سكانها كثير جدا بمنطقة القصور لأنه أبنيتها عالي فيها سكان كثير، ولكن الناس تهجرت بسبب القصف العشوائي وإطلاق الرصاص. لحد الآن منطقة القصور محاصرة من قبل الأمن الشبيحة، مانو عم يطلع منها بده يحتل احتلال اسدي. لجنه المراقبين معاه عم تنطلع تدخل على منطقه القصور، والاهالي عم تطالب لجنه المراقبين بدخول منطقه القصور. مثل ما شايفين التهجير الموجود بالمنازل بالاحياء. وين لجنه المراقبين؟ ليه عم تدخل تطالع على الامن الشبيحه؟ مثل الاهالي عم تطالب المراقبين بفتح مكاتب للجنه المراقبين لترائب النظام الاسدي شلون عم يدمر. شلون الناس تهجرت؟ نحن باحياء مخربه بدمار شامل، لا بيوت لا محلات لا سيارة، كل تدمر كل احترق وكل انسرق. حتى النظام دخل على عده منازل بمنطقه القصور، عمل مجازر ذبح ناس كثير للسكاكين، بعدين سرق كثير ابني، سرق محلات، بعدين شعل المباني، ما خلى شيء الا ما دمر. وين اللي جت المراقبين؟ طلع المحلات شلون احترقت شلون انسرقت. نحن بخراب دايم، هاي المبنى كله تدمر، القصف العنيف بالصواريخ والصواريخ. اسمعوا تحت الرصاص، ما اطلاق الرصاص. وين المراقبين؟ هاي الرصاص عم يتقوس، هاي اطلاق الرصاص. الامن الشبيحه عم يقوسونا، عم يقوسوا على المنازل، عم يمنع الناس من تدخل الى احياء لشوف منزلها، شوف محلها، شوف الدمار اللي حاكي في المنطقه. وهاي قصيده الهاوي، هاي قصيده الهاوي شو عم تعمل عنا؟ كل صنع ايران، صنع ايران وروسيا عم يبعثوا السلاح لحتى يقتل الشعب، ليعمل مجازر، ليخسف الابني. شوف الدمار اللي حل فينا، كرجوا الله اكبر عليك يا بشار، الله اكبر عليك. هجرت الناس من بيوتها، بدك تحتل الاحياء. وين لجنة المراقبين؟ شو عم تعمل عنا؟ شو نستفيد بحمص من لجنة المراقبين إذا كل نهار عم ينزل شهداء وجرحى وقصف ودمار؟ حتى في الشوارع ما عم نقدر نسحب جثثنا شهدائنا اللي بالشوارع، بالبيوت بالسكاكين. وين لجنة المراقبين؟